اخبار اليوم. انا مدلين طبق، اهلا وسهلا بيكي معانا اخبار اليوم. اهلا بيك. تعليق النهارده ايه على الحادث الارهابي اللي يدعى تنظيم داعش اللي راح ضحيته 21 مصري؟ والله يا كريم صوتي مش طالع على قد ما عيطت امبارح، حصل لي التهاب في زوري طبعا. يعني انا عايزه اقول حاجه، انا عايزه اقول فرص العمل المعدومه لاهل المنيا هي اللي دبحتهم في الاول، لانه لو كان عندهم شغل قدروا يشتغلوا في بلدهم ما كانوش اضطروا يدفعوا كل اللي حيلتهم عشان يسافروا ويتبهدلوا ويدفعوا فلوس لحد يوصلهم لليبيا عشان يدوروا على لقمة العيش. لازم نرجع نعمل حسابات جديدة في فرص العمل المتوزعة في الصعيد، ولازم برضك يكون عندنا تغييرات. مشكلة اللي حصل بشع لا شك، أنا عيانة بسبب العياط والبكاء، ولكن أوكي. طب بعدين في عشرينات كتيرة متعرضين لمواقف زي دي في ليبيا وفي غيرها، يعني في لازم تبحث عن المشكلة، مش تعزي نفسك وتعيط على أمواتك وبس. والصقر طبعا رابط الأهداف بتاعتهم النهاردة خففت عننا وحسستنا بأنه الراجل الأول اللي احنا بنحبه وبنعشقه، غير أنه هو رئيس جمهورية بلدنا بس احنا بنحبه لشخصه، لبس بدلته العسكرية ونزل. لكن القضاء على الإرهاب لازم فيها ياخد زي ما خد تفويض مننا، ياخد تفويض من الوطن العربي كله، وياخد تفويض من المجمع مجلس الامن عشان يبقى في مشاركه منهم جميعا بفلوسهم وبعتادهم لضرب داعش في كل مواقعها في العراق، في ليبيا، في سوريا، في لبنان. احنا مش عارفين نخلص منهم، ومصر مصيرها دايما انها تكون الام والاخت الكبيره اللي هي تتصدر في الحاجات دي. البقاء لله، وربنا يدي الحكمه كما ندعو دائما الرئيس السيسي، ندعو له بالحكمه والقوه لاتخاذ القرار الصائب، والناس دي ربنا بيحبها عشان كده اختارها ان هي يحصل ده معاها. وانا الصراحه مش عارف اقول ايه، بس يعني على قد ما انا حزين جدا باللي حصل ده، على قد ما نوري ابتدت تبرد شوية لما ربنا فات الرئيس عبد الفتاح السيسي رد الرد بتاعته دي. والراجل بصراحة يشكر وبيعمل مجهودات وكل اللي عليه، وربنا يكون في عونه وما شمتش حد فينا أبدا ولا حد في مصر. هي دي مصر وهتفضل كده، وأي حد بيحاول يقرب من مصر أو يحاول يوقع بين شعبها أو يحاول يدمرها هو الخسران في الاول وفي الاخر، لان ربنا موصي على مصر في كل كتبه، انجيل، قران، في كل كتبه موصي عليها. فمحدش يقدر يخرب في مصر، ومحدش يقدر يعمل فتنه في مصر. كتير قوي حاولوا، احب اقول ان كتير قوي حاولوا وما عرفوش يعملوا ده. فمحاوله فاشله، وان شاء الله مصر هتقف على رجليها تاني، وربنا يحافظ على مصر. انا عايزه اقول لك انا ما نمتش في نام، وحسبي الله ونعم الوكيل. دول خوارج العصر الحديث، يعني ده امتداد من خوارج، واللي بيعملوه ده لا علاقه له بالاسلام، والاسلام وكل الاديان السماويه بريئه منه، لانه القتل بغير حق يعني وزره كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وكلنا برضو ابتدينا نعرف مفيش حاجة مستخبية ان ده حرب على مصر وعلى الاسلام. والحقيقة اي كلام هنقوله هيبقى مكرر على المستوى الاعلاني، ان ده دي تنظيمات بقى لها فوق 100 سنة، وانه ده مخطط الصهيونية العالمية بتخطط له، لانهم عندهم هدف عايزين يوصلوا له. ومع الاسف الشديد نحن كمجتمعات عربية بنساعدهم في ده. احنا رسالتنا له بالدعاء مش رسالة. الراجل عامل اللي عليه لحد دلوقتي، لان هو تاني في المطبخ وشايف اكتر مننا، وتقدم لرئاسة الجمهورية، واحنا كلنا الحقيقة انا اديته صوتي، لانه مصر النهاردة لازم حد من المؤسسة العسكرية كان يحكم على انه هو عندهم علم كبير بما يحدث عننا.
اللي انا اقدر اقوله ربنا معاك واحنا معاك واحنا شايف يعني اللي انت شايفه صح اعمله. طبعا احنا نتمنى القضاء على الارهاب بسرعه، ولكن انت ادرى بما يحدث في المطبخ السياسي ان شاء الله. واحنا ان شاء الله بنتمنى دايما الازدهار لمصر وان هي ترتقي، واحنا عارفين ان في يعني نفوس كتير بتحارب مصر عشان خاطر ان هي تعدي المرحله المحنه اللي هي فيها، وتكون تصبح اكبر دوله في الوطن العربي زي ما هي دايما رائده في كل المجالات في شتى الطرق. فان شاء الله بنسعى جاهدين من طرفنا كاعلام ان احنا نناشد المسؤولين وان احنا نوصل الثقافه والمعلومات للشعب عشان خاطر نقدر ننهض بالبلد ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا لك يا استاذ، شكرا، اشكرك، شكرا لك. شكرا. احساس كل مصري انه اللي مات ده اخوه، اللي مات ده كان يعرف يدافع عنه، انه ام كل شهيد ربنا يصبرها، لانها دي امنا كلنا واختنا اللي هي مرات اي جندي او اي شرطي، هم اخواتنا وفوق راسنا وكلنا حاسين بالم فظيع. بنحاول ناخد بالصقر، بنرد لهم جزء بسيط يعني من انهم قدموا روحهم فدا الوطن ده عشان نعيش احنا بكرامه. ربنا يا رب يصبرهم ويصبر اهالي شهداء كل المواقع الارهابيه